ومما يطيل العمر الذكر المضاعف، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا أيها المؤمنون. تأملوا معي إلى شيء من فضائل الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: سبق المفردون. قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تأملوا معي بعض الأحاديث. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة يحرك شفتيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة ماذا تصنع؟ قال: أذكر الله يا رسول الله. قال: ألا أعلمك ما هو أكثر وفي رواية أفضل من ذكرك الله الليل مع النهار؟ قال: بلى يا رسول الله، هذا فضل عظيم. قال: تقول، تأملوا معي يا رعاكم الله، تقول: الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. ثم تسبح الله مثلهن، تعلمهن وعلمهن عقيبك من بعدك. فضل عظيم، فضل كبير أيها الأحبة. هنا يطيل الإنسان عمره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من جويرية بعد صلاة الفجر ورجع إليها الضحى، فلما عاد إليها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لازلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال ألا أعلمك كلمات؟ قلتها أربع مرات، قلتها ثلاث مرات، أربع كلمات قلتها ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن. ما هي هذه الكلمات؟ قال: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد خلقه، من يحصي خلق الله؟ زنة عرشه، من يعلم عرش الرحمن؟ لك عبد الله إذا قلت هذا الدعاء من الحسنات يوم القيامة بعدد وزن عرش الرحمن، وهذا لا يعلم به الله جل في علاه.